اوكي يا جماعة، صباح الخير. الساعة 4:38 دقيقة صباحا، وتوني صاحي، فاذا شفت وجهي مفقع فالعذر والسموحة. ولكن صفحة ذي صفحة مارفل انترتينمنت على اليوتيوب فاتحها من امس، وقاعد اضغط F5 كل شوية. طبعا ما كنت عارف انه الفيديو بينزل بعد 18 ساعة، قبل 18 ساعة، فكنت قاعد احدث كل شويه. بعدين ايش، واحد من الشباب قال لي ترى بينزل الفجر، فاريح دماغي. على كل حال يا جماعه، الفيديو نزل قبل 5 دقائق، مشاهداته 352,000. يا رب كل شيء كنا نتوقعه في فيلم سبايدر مان نو واي هوم يطلع او يعطونا تلميح عنه. سو ليتس جو. اوكي. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week. Where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. I can't save everyone. لا 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 يسووها. Hey! What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th, exclusively in movie theaters. Tickets on sale November 29th. Spider Monday. طيب يا جماعة، لحظة. الموضوع يا جماعة شكله مختلف عن كل شيء كنا متوقعينه. والله شكله لا في لا توبي ماجواير ولا في اندرو ولا ام الصبيان، واضح انه ما في الا سبايدر مان واحد. وانا اقول لكم ليش، هذا اللي اكتشفته من التريلر. او ايوه مظبوط، جالس احاول احلل كذا تلقائيا معاكم. شوف، دكتور سترينج قال له هنا في مرحله ما انه في بوابات فتحت وفي ناس قاعدين يجون منها، واللي هم الاشرار اللي هو جرين جوبلين ودكتور اوكتوبوس وساند مان والكترو والشله ذوليك. لما وصلوا قاعدين يدوروا على سبايدر مان اللي في عالمهم. يعني لما وصل دكتور اوكتوبوس جلس يقول انت مو بيتر باركر حقي يا ابوي، مين انت؟ عارفين كانه يعني كذا غلطان في النمره. يا اخي ما نعرف كيف اشرح لكم، دقيقه نشوفها مع بعض من جديد. الله يقلع ابليس، وما انا كنت ابغى تيبي ماجواير وابغى اندرو على الاقل، بس اخذنا فكره. I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. شايفين؟
هنا دكتور سترينج يقول له انت تبغاني اسوي لك تعويذه علشان ينسون انك سبايدر مان يا حياتي يا دلوع، كانه كذا يقول له العالم فيه مصايب اكبر وانت الحين جاي تقول لي ابغى الناس تنسى اني سبايدر مان، انت صح انت. وهنا وصلت ايش، وقعت الواقعه، واضح انه هنا صارت مصيبه. وزي ما قلت لكم احتمال انه يكون وقت تنفيذ التعويذه او ايا كانت النيله المنيله ذي حصل بالتزامن مع فتح بوابات العالم الموازي اللي حصلت في نهاية مسلسل لوكي، ووقعت واقعة الخطأ هذا على دكتور سترينج وتحمل أخطائها أو تحمل نتائجها بتباكها. يقول له بدأوا يجيك زوار مخصوص عليك أنت يا سبايدر مان يا بيتر باركر، أولهم جرين جوبلين وثانيهم من كل كون. بس ودي اعرف ايش قصة البدلة الفخمة ذي، دايم جاية كذا كأنها بدلة من واكاندا، ميبي من واكاندا، يمكن تكون من واكاندا، يمكن هو في واكاندا. ها Universe. لا مو واكاندا، واكاندا ما فيها ابراج كهرباء. وصل دكتور اكتوبس هنا وشافه ببدلة سبايدر مان وقام قال له هالو بيتر، على اساس انه هذه بدلة سبايدر مان، انا عارفك انت سبايدر مان اللي قاتلته في عالمي. وبعدين بعد ما خلص الفايت قال له ها انت من بيتر باركر حقي وين توبي ماجواير، ايش تصير انت، كيف في ايش، انا كيف جيت هنا، انا ميت اصلا. ها Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. هنا في شيء غريب، في شيء غريب في البدلة دي. اوكي شايفين الكترو ورا، بس ايش قصة البدلة دي اللي فيها زي التقنيات اللي يستخدمها دكتور سترينج؟ ممكن دكتور سترينج زوده بشيء معين، او انه ذاك الصندوق اللي سرقه بعدين بنشوف. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself. أها هنا تقول له المصايب ذي اللي صايرة هنا ترى بسببك أنت. فهو قاعد يقول لهم دكتور سترينج إنه يلا خلونا نصلح المشاكل ذي اللي سويناها. المصيبة إنه دكتور سترينج مو عاجبني هنا يا أخي، شخصيته بيض. لو فعلا بيقدموه بهذا الشكل إنه كده جاب العيد وقاعد يطارد لي ورا المراهقين ذول يحلوا مشاكل العالم، وهذه مصيبة، والله مصيبة. أنا أحب دكتور سترينج بس لو بيسوي فيه ذي الحركة والله بزعل منه. شوف كيف. You know all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself starting with the word please. Please, Scooby do this crap. شوف. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting. شفتوا؟ قاعد يقول له دكتور سترينج they all die fighting Spider-Man، كل الأشرار اللي قاعد تشوفهم الحين اللي جوا من أكوان ثانية هم أموات أصلا، وماتوا على يد مين، على Spider-Man بس نسخة ثانية، إما على يد أندرو غارفيلد أو على يد توبي ماجواير. ف والله شكله صدق، والله شكله لا توبي ماجواير ولا أندرو يا جماعة بس مجرد أشرار. Spider-Man. Sorry, kid. Yeah, me too. Don't. شوف. دكتور سترينج قاعد يشرح سبايدر مان لبيتر باركر إنه يا ولد لازم تتقفل البوابات هذه والناس ذولي. واضح إنه بيتر باركر كون يعني زي الصداقة أو زي المعرفة والعلاقة بينه وبين دكتور أكتوبوس بالتحديد. وكان قاعد يحاول يساعده او قاعد ما نعرف ايش اللي صار، بس واضح انه صار بينهم يعني تناغم عكس انه ايش بس يبغون يتضاربوا. والصندوق هذا حقين الكوميك عارفين ايش سالفه الصندوق هذا، انا ما نعرف لانه لما كنت جالس في الاجتماع مع اربك مارفل قالوا لي انه الصندوق هذا له يعني تفسير ويعرفون ايش فائدته، بس انا ما نعرف صدقا. ولكن على ما يبدو انه له علاقه في اغلاق بوابات الاكوان الموازيه، او مو شرط الاكوان الموازيه، ربما انه قاعده تجيب ناس اموات، والله ماني عارف كيف اشرح لكم. بس كيف الاكوان الموازيه تفتح ويجون الاشرار بس هم اوريدي اموات بواسطه سبايدر مان ثانيين،
فهمتوا؟ فممكن هذه مش أكوان موازية بقدر ما هي بوابات أموات موازية. يا رب إنكم فاهميني. والله يا أخي قهروني قهروني. قلت أبغى توفي ماجواير. حلو، هنا وصلوا ضغط عودة بالغلط. هنا وصلوا إلى مرحلة دكتور سترينج وبيتر باركر، صاروا هم الأعداء. دكتور سترينج يبغى يسترجع الصندوق اللئيم هذا علشان ينهي هذه المزهلة أو زي المزهلة المهزلة أو على قولته سكوبي دو ذيس. وبيتر باركر قاعد يمنعه، لا أنا أبغاهم يظلوا موجودين وإني أبغى أساعدهم. فاضطر إنه يستخدم عليه تقنية ها اطلع يا وحش خلي عقلك الباطن يكلمني. وهي دكتور إيش؟ دكتور there has أوكي ها there isn't. حلو سبت إنه نادى باسم ثاني دكتور هارسل من الشقاء قوي. أنا هنا لحظة شقاء They are dangers to our universe. خطيرين على عالمنا. واضح انه يب يب واضح انه وصلوا المرحلة دكتور سترينج وبيتر باركر. واضح وصلوا الى مرحلة انه بيتر باركر يبغى يظل او يبغى يخلي الشخصيات هذه موجودة لغرض ما، مش علشان يدمروا الكوكب، لغرض معين. ودكتور سترينج يقول له لا، هذول الأشباح أو ذول الوحوش أو ذول المخلوقات اللي جوا أو البشر ذول اللي من عالم ثاني أو من كون ثاني لازم يروحوا من هنا لأنهم خطر على كوكبنا. زبد. فهذا الصراع اللي بيكون، دكتور سترينج يبغى يقفل وبيطرد الوحوش ذولي، وبيتر باركر يبغى يظل أو يخليهم يظلوا موجودين. You're not taking this away from me. وش هو؟ يقول له ما راح أخليك تأخذ هذا مني، تأخذ هذا الشعور أو يعني تحرمني من هذا الشيء. إيش هو؟ معقولة دكتور أوكتوبوس بيتضارب مع إلكترو أو إلكترو بيصير في صف بيت باك هاو يتضارب مع بيتر. هذا صوت جرين غوبلين اللي هو ويليام ديفو. اسمع الصوت مرة ثانية. واضح انه كمان حتى جرين غوبلين تبع اندرو غارفيلد. هذا جرين غوبلين تبع مين؟ تبع توبي ماجواير. وهذا جرين غوبلين تبع اندرو غارفيلد. نايس. وهذا الليزرد السحلية، لمحت السحلية يا جماعة، سحلية ساندمان إلكترو، الثلاثة اتفقوا على انهم يقاتلوا ميبي سبايدر مان ودكتور أكتوبوس. This is all my fault. I can't save everyone. حلو، انا اتوقع انه خلاص واضح الصورة يا جماعة، ولا تتحمسوا للفيلم كثير. هنا إشارة للنفس المشهد اللي صار لأندرو غارفيلد مع إيما لما طاحت من فوق وللأسف لم يستطع إنقاذها. يا that's it. وضحت الصورة خلاص. هنا شايفين ذا اللون البنفسجي؟ والله وضحت. دقيقة وضحت يا جماعة وضحت. خلوني ألخص لكم يعني اللي فهمته الحين، ركزوا معي. أول حاجة عندنا يا حبيبي دكتور سترينج وبيتر باركر اللي هو توم هولاند بيروح إيش يجلسوا مع بعض على أساس إنه خلي العالم ينسوا إن أنا بيتر باركر، أنا ماني قادر أعيش حياتي، خصوصيتي فقدتها من ذا الكلام. دكتور سترينج طقطق عليه شوية قال له أوكي يلا خلينا نحذف لك الذكريات هذه. ليش؟ لماذا؟ ما نعرف. ولكن بطريقة ما أثناء تنفيذ هذه التعويذة حصلت فجوة وانفتحت بوابات، مش بوابات الأكوان الموازية، لا بوابات عالم موازية بس إنهم ناس أموات، ناس ما لهم وجود حالياً، لأنه دكتور سترينج قال له كل الشخصيات الشريرة اللي قاعد تشوفها هنا هم ناس تمت هزيمتهم أو قتلهم بواسطة سبايدر مان آخر، أندرو غارفيلد أو توبي ماجواير. حلو؟
حلو. بطريقة ما دكتور أوكتوبوس كون بعد ما اكتشف انه توم هولاند مش توبي ماجواير، قال له انت مش بيتر باركر حقي بس انت سبايدر مان زيه. فبدأوا هنا يصير بينهم سواليف وكلام، ويمكن انهم يضطروا يساعدوا بعض في بشيء معين ماني عارف ايش هو. لانه بعد كده دكتور سترينج لما حاول يقفل البوابات هذيك بالصندوق ذاك، بيتر باركر منعه، وبعد ما منعه صارت مضاربة او صارت يعني معركة ما بين دكتور سترينج وما بين سبايدر مان الى ان فقدت السيطرة او خرج الموضوع عن السيطرة. بعد كذا توم هولاند صحي على نفسه وصحي على روحه وقال خلاص This is all my fault. هنا قاعد يقول لها شوفوا This is all my fault. I can't save everyone. ما اقدر احمل الناس كلها وايا كان، بس لازم اقفل المشاكل اللي انا بدأتها. هنا بدأت تنتهي الإشكاليات اللي بين سبايدر مان ودكتور سترينج، وتوم هولاند قرر إنه إيش، خلاص أنا لازم أحل المشكلة اللي أنا تسببت فيها. ولكن ركزوا إيش اللي صار في النهاية. هنا اللون البنفسجي هذا يدلنا على مين؟ على خوينا كانغ. يب، على خوينا كانغ. الظاهر إنه في نهاية الفيلم بتنتهي الإشكاليات اللي بين دكتور سترينج، وراحوا يرجعوا الوحوش كل واحد إلى مكانه، أو الأشرار كل واحد يرجع إلى مقبرته أو إلى عالمه الميت أو الكون الموازي تبعه. ولكن هنا في نهاية الفيلم راح تبدأ إيش أحداث فيلم دكتور سترينج القادم، اللي بيكون داخل الأكوان الموازية فعليا. فهمتوا الفكرة؟ فهنا قاعد يقول إيش بيتر باركر، يسأله What's happening؟ They starting to come through. بدأوا يجون. مين هم؟ كانغ، اللي هم الشر الحقيقي. خلي دكتور أكتوبوس وجرين جوبلين والخرابيط ذولي، هنا الشر الحقيقي جاي، كانغ المدمر وشلته اللي هم كانغات كثير. But I can't stop them. بس هنا أنا ماني قادر أوقفهم. دكتور استناج متكي هنا فوق قاعد يقول أوكي كل شيء أنا كنت قادر عليه أولية، بسيط أقدر أقفل أقدر أسوي تعاويذ، بس ده لا لا لا، هذا موضوع خارج عن السيطرة ما أقدر أوقفهم. واضح اللون البنفسجي حق كانغ. زبد، خذوا كلام، خذوا كلام. توبي ماجواير ما في، اندرو غارفيلد ما في، مع اني اتمنى انه كلام يطلع غلط ويطلعوا فيه، بس صدقوني بنسبه كبيره ما هم فيه. واذا ظهروا قد يكونوا كذا يمكن فلاش باكات من داخل الشخصيات، لكن كوجود كذا واتحاد ثلاثه سبايدر مان وهيا نحرر العالم ما راح نجيب هذا المجال. اقول لكم من العين هذا الكلام اللي عندي، انتوا يا جماعة عاد قولوا اللي عندكم، ولكن انا اللي اتضح لي هذا الكلام صدقا يعني. فيا اعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة، كنت متوقع اني اتحمس اكثر من كذا. مو معناته ان الفيلم بيكون سيء، بس انه صراحة زعلان انهم اظهروا دكتور سترينج بهذه الطريقة. يعني دكتور سترينج حكيم وقوي ويفكر ويعني يصاحب مسؤولية، يعني لما يقول لك انا راح اكون مسؤول عن ذا الشيء ما يلعب، عنده مسؤولية كبيرة في العالم وفي الوجود وفي الكون كله، فيحطوه هنا شوية يقعد يضرب لي مع مراهقين ويقعد يضيع وقت معاهم، صراحة الموضوع استفزني. بات سول جودمن، الامور طيبة يا جماعة. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.